كعبة ليه؟ ما عرفش ليش تابعت الجملة. ما عنديش عطل لأخوي ولا ما عندي عطل ما عنديش بهال إيه سو اسمها على جزمة مسودة ما تكحلة زيد الحديث وكان شنو الخايف فيها؟ شنو الخايف فيها؟ وإحنا شفناها بجو جوفوها نعرفوا فيها الخايف ولا فيه؟ مسود الدستور والله حسب ما احنا نشوفه ونسمعه واحنا ما قريناش برشا مسود الدستور اللي هي كارثه الحقيقه وهذا شيء خجل يعني واحنا مرينا بمرحله بمتدر بها ما تعودش بعد حتى 30 سنه و 50 سنه حتى قرن اخرى ما تعودش دونك باش نستنوا قرن اخر باش احنا نعاودوا بمسود الدستور الجديد هي دي دستور حاله وحكومه حاله وفما شيء يعجب في البلاد تكرهونا فيها البلاد واحد ما عادش ينجم يعيش فيها من الاخر دستور او مازال فما دستور فما حد شيء هو فما دستور تو تمش هاي ما فما تو المجلس التأسيسي قاعد يعمل المجلس التأسيسي فهمت الى ماك الكبوت صفر ما في المجلس التأسيسي والدستور التونسي يظهر لي ماهوش باش يكمل هذايا ويمكن فماش انتخابات زاد السنه بقدرة ربي عندك عليها فكره مسوده ولا لا 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 باز اونكور هاي ما طلعتش عليها لا ما طلعتش عليها نزيد اما نعرفها مسوده راه كارثه كارثه بتم على الكلمه بالحق مضيعه نتاع وقت ومضيعه نتاع فلوس حسب شيء نبات وليد حشو صحيح يا سو حشو عمري ما ريت حشو قد كيكا في مادة قانونية معناها الدستور بالعكس احنا المسودة اللي عنا توا متاع زيادة في الأجور متاع زيادة في المنح متاع زيادة فما حد شيء معناش حتى مسودة الله أعلم ما فهمش فيها ما نتبع السياسة أنا دستور أنا دستور هم دستور في تونس دستور اللي قاعد يحضر فيه المجلس يعني عندهم أربع سنين بطالة قاعدين يهربوا في شهرية بالفارغ هكاك. الحقوق المذكورة مذكورة دو فاسون تخي زينيختي، يقول لك عندك الحق في كذا، بعد في حدود ما يضبطه القانون. على نورمالمون هذا الدستور، على حاجة في القانون هو اللي يحدد القانون ويضبط له، مش القانون مش العكس. مسودة. عندك عليها عندي عليها بعض ما ياخذ خاصة بعض الفصول. اللي على حسب خبراء القانون الدستوري كارثه فعلا الدستور حتى حاجه ما واضحه فهمت الكلها ضبابيات كما اخذ ورد وحوارات على مواضيع ما نعرفش نورمالمون نحن ديباسيناها ونورمالمون المجتمع التونسي هو معناه الاولويات نتاعو ماهيش هذه معناه هذا هو باختصار هذا محاوله ربح الوقت من الناس المنتفعين هما المجلس التاسيسي خويا مسودة في مسودة ما فيها حتى شيء يعني والله ما عندي في منقولة ما مصاب صرعوا فيه خاطر طولوها برشا والمسودة هذه أنا راها أنا زايدة حقوا عملوا استفتاء والدستور القديم وقع فيه تلقيح معناتها وحذروه وزربوا شوية وراو الأمور قاعدة تمشي بطبيعتها خسرنا عامين فهمتش علاش أول حاجة المسودة بتاع الدستور هذه يا خويا ما نعرفوش عليها بالضبط شنية مع حسب مرة والأحزاب تتعارك وحالة حليلة أكيد مش تكون أسوأ مسودة الدستور في العالم ومش في تونس بركة